لحقت بنا في الاستماع هذه زوم 73 نكملوا معكم ان شاء الله حتى النص نهار. في الوقت هذا باش نمشيو للمنستير نحكيوا على حاجز تقريبا 8 طوابع اداريه لدى عام البلدي استغلها في عمليه مشبوهه. شنو هي الحكايه وشنو قاعد يعمل بالطوابع هذه اللي باش نعرفوه تسويت في اخبار الساحل. اخبار الساحل في زوم 73. كتب عام قوات الامن الداخلي بالمنستير سي مراد بن صالح باش يعطينا تفاصيل اللي صار. صباح الخير سي مراد. صباح النور اختي، مرحبا بك وبكل مستمعي اذاعه مسام وشكرا على الاستضافه. مرحبا بك. باش نحكي مره اخرى على النجاحات الامنيه. كما تعرفوا يعني حتى في سياق معنا الحديث عن نجاحات الساحل وفي مستير تحديدا كانت ذكرت البارح معناها نجاح وحدات الامن معناها نجحت في الكشف على الاقل على عمليه سرقه قبل وقوعها من مركز البريد وايقاف الجاني متلبس معناها في المركز. يعني النجاحات الامنيه تتواصل واخرتها ما تمكنت معناها فرقه الابحاث والتفتيش للحرس الوطني وفرقه الارشاد البحري بمنطقه البحريه للحرس الوطني بمستير من الكشف وايقاف نفر في العقد الثالث من العمر وبحوص وسمتك تحت سيادتك 8 توابع تعود الى معناها بلديه المنستير. الاختام هذه يبدو انه معناها يتم استعمالها معناها في تدليس بعض الوثائق الاداريه. يعني ما نحبش ممكن نتسرع في الحكم على معناها شنو الجرائم اللي تم القيام بها، ولكن كما حكيت يعني فرقه الارشاد البحري وفرقه الابحاث والتفتيش للحرس الوطني اوقفت النفر هذايا. هو حاليا رهن الايقاف لدى فرقه الابحاث والتفتيش للحرس الوطني وجاري البحث معه في انتظار معناها ما تكشف عنه البحث من طورته في بعض الاعمال الطبيعي جدا الاجراميه واللي فيها معناها تدليس وثائق معناها رسميه. ما نسبقوش الاحداث باعتباره غضو ان شاء الله باش يتم احالته على ممثل النيابه العموميه بتهمه مسك وحيازه طوابع معناها اداريه بصوره غير قانونيه. ونتمنى الغدوه ان شاء الله باش يتم معناها تحديد شنو هو نوع الجريمه اللي اقترفها، هل انه مجرد مسك واستيلاء على طوابع او طورته في تدليس. هذا الكل ينجبوا غدوه بعد ختم الابحاث ويحالفوا عن النيابه العموميه نتعرفوا على مدى الجرم اللي اقترفه الشخص هذا اللي كما حكيت في العقد الثالث من العمر وهو عامل بلدي ببلديه المنستير. من الغدوه هو مازال التحقيق معاه متواصل الى حد الان. غدوه كما قلت نعرفوا شنو هو معناتها بون، هو حتى لو كان مجرد مسك زاد غير قانوني على خاطر ما يخرجوش الأختام من البلدية. ولكن في تفاصيل عندي أنه 4 طوابع إدارية خاصة بالتعريف بالإمضاء، 3 طوابع خاصة بالنسخ المطابقة للأصل، ومنها 2 بالفرنسية بالإضافة إلى حاجز وثائق باللغة الإيطالية وطوابع تواريخ. وفما حتى ظهر لي طوابع تخص موظفين متقاعدين من البلدية. والله ما نحب نزيد ندخل انت او عندك معطيات هذوما بالحق هما الاختام اللي تم طبعها. قد يكون مثل معناها ذكرهم يضر بالبحث الجرم هما معلومات متداوله هذوما سي مراد ما يضروش بالبحث، معلومات متداوله. بالضبط بالضبط، هو الجرم واقع كما كنت حكيتك وهو حياسته لمثل هذه الطوابع هو في حد ذاته جرم، ولكن الجرم يكون مضاعف لما معناها يتم ثبوت ضلوعه في تدليس وثائق اداريه يولي موضوع اكثر من انه حيازي واللي ما مسك واستعمال مدلس، وهنا تولي حتى ممثل النيابه العموميه تولي معناها الجريمه تاخذ منحى اخر. هذاك علاش يعني الى حد الان هي مسك والاستيلاء على معناها طوابع اختام خاصه بالبلديه اللي هو مخالف للقوانين بطبيعه الجاري بهالعمل. في انتظار كما حكيت غدوه يتم معناها ختم الابحاث ويحالفوا عنها بالعموميه ويتم معناها الحكم في الجرم اللي اقترفه، وبطبيعه الحال النيابه العموميه ستكيف هذا القضيه في الجانب اللي قام به الجاني هذا. نستناو من هوني الغدوه باش نعرفوا تفاصيل اكثر سي مراد. شكرا ليك مراد بن صالح كاتب عام قوات الامن الداخلي بالمنستير على المعطيات هذيا، يعطيكم الصحه في كشف مثل هالجرائم وتفاصيل بيان سور تعرفوها معنا غدوه ان شاء الله. نحاولوا ناخذوا رئيس بلديه المنستير بعد ما توفى الابحاث باش نعرفوا شنو حكيت هالطوابع هذيا والعامل هذيا شنو قاعد يعمل بهم. اذا كان مجرد مسك ماهوش قانوني، اذا كان فما تدليس زاد هذيا يولي جرم ينجم يتحاسب عليه بالسجن. 11:26 دقيقه موجز الاخبار ومن بعد كنواكبوا الغضب نتاع الصحفيين. نقعدوا معنا في